السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة جاية اعمل معاكم فكرة جديدة، فكرة اكشن لكتب الكتاب. كل اللي هحتاجه معايا بس قطعة كرتون تكون مستطيلة، ومعايا فوم اسود والقلم والمسطرة. هبدأ كده، اجي من بداية الكرتونة من الزاوية اللي فوق، اخد خط كده واجيبه بزاوية، هنبعد حوالي 4 سنتي، هناخد خط كمان قصاد الخط اللي احنا عملناه، وبعدين هنعمل خط مستقيم بعرض الكرتونة. وهبدأ أقص الشكل. كده خلاص انا قصيت الشكل معايا، هلزق عليه بقى الفوم. يعني خلاص انا ثبتت الفوم على الكرتونه معايا، هقص الزوايا عشان اظبط الشكل معايا. هنا خلاص انا قصيت شكل الاكشن معايا، هجيب جزء كده من الفوم الفضي، هاخده خطوط مستطيلة، هقطع الخطوط دي معايا تبقى معايا بالشكل ده، وهبدأ ألزقهم على الأكشن من فوق. نسيب بين كل واحدة والتانية مسافة، خلاص كده يا بنات. لو حابين نحط تحت بنحط برضو، بيبقى شكلها شيك. لو حابة اسيب شكلها كده بنسيبه عادي. انا هحط تحت كم واحدة كده تبقى قصاد اللي فوق،
كده شكل الاكشن من فوق. هنا اجيب معايا شريستتين وهلزقه كده تحت المربعات اللي انا عملتها دي. ومعايا الفيونكة دي، طبعا احنا عملناها مع بعض كتير قبل كده والفيديو بتاعها موجود على القناة اللي ما شافهاش او اللي حابب يعرف الطريقة بتاعتها. وهجيب فص من فصوص اللولي وهلزقه هنا معايا. هنا انا مجهزه معايا كلمه واخيرا حلمنا اتحقق. انا كتبتها، عملت الباترون بتاعها وقصتها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هبدا هنا الزق الكلمات اللي معايا. هنا لزقت معايا اول كلمة، هكمل بقى بقية الكلمة هلزقها وهوريكوا شكلها هيكون عامل ازاي. هنا خلاص انا لزقت الكلمة، بقى شكل الاكشن معايا كده. هجيب بس شريط استرس كده يديلها زي الضوء كده يبين شكلها. هاجي هنا على طرف الاكشن من تحت وهلزق شريط رفيع، ولو حابة تلزقي ساتان رفيع بيكون شيك قوي برضو. وممكن نسيبها على شكلها كده زي ما انتي حابة. طبعا الكلمة اللي بتتكتب على الاكشن مش بتربطي نفسك بأي كلمة معينة، المفروض هو بيتكتب عليه كتب كتاب او كتبنا الكتاب وحرف العريس والعروسة. بس انا عاملة كتب كتاب، كتبنا الكتاب على فريم تصوير تاني شكله اللي هو بتاع الخواتم. فالعروسة حبت ان هي تكتب واخيرا حققنا حلمنا، فغيرت الشكل تماما بقى اكشن مختلف.
خلاص انا زينت الشكل بالستراتس، حاسه ان الشكل بقى اوضح وبان معايا اكتر. وده بقى شكله النهائي معايا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.